لأنها لا تسقط بالتقادم، لا يترك العراقيون مناسبة إلا وتحدثوا فيها عن هذه الجريمة الخطيرة. مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام عقد في مدينة اسطنبول ندوة عن الإخفاء القسري في العراق للوقوف على هذه الجريمة وسبل توثيقها وآلية محاكمة مرتكبيها دوليا. معلوم أن الإخفاء القسري هو في الغالب يتم فيه قتل المختطفين، والعديد من المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي في هولندا التي تأسست في عام 1996 تقول أن في العراق ما بين 250 ألف إلى مليون مفقود. تخيلوا معي الرقم جيدا، حتى لو أخذنا الرقم الأدنى وهو 250 ألف، تخيل معي 250 ألف عائلة منكوبة لا تعرف ما هو مصير ابنها المفقود. الباحثون في الندوة عرفوا الإخفاء القسري وبيّنوا خطورته التي تتجاوز خطورة الاعتقالات المعروفة. يميز الإخفاء القسري عن بقية حالات الاختفاء أو بقية حالات الاعتقال هو الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو ضلوع مسؤولين حكوميين على الأقل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، يعني بالقبول الضمني. أنا بعرف توجد لدي ميليشيا في هذه المنطقة أو في هذه المدينة وتقوم باعتقالات وعمليات إخفاء لهؤلاء الأشخاص، ومع ذلك الدولة أو الحكومة تغض النظر عن عمليات هذه الميليشيا أو المجموعة. سياسة الإفلات من العقاب هي التي أعطت الضوء الأخضر للميليشيات بالتمادي في إخفاء المعتقلين وتغييبهم. الميليشيات المتهمة بهذا الملف الشائك تتمتع بكل الدعم الحكومي بما يشمل التمويل والتسليح وحرية الحركة، بل ترفض الهيئات القضائية محاسبتهم أو حتى مجرد توجيه اللوم لأفراد منهم. لو افترضنا أن بعض المسؤولين الحكوميين يصفون ما يحدث بأنها خروقات أو حالات فردية، حتى هذه الحالات الفردية لم نشهد أي محاكمة علنية أو مسؤول تم إحالته للقضاء من هذه الميليشيات التي تبلغ عدد أفرادها 70 أو 80 ألفا. التواطؤ الدولي مع حكومات الاحتلال في العراق جريمة بحق عشرات آلاف العائلات العراقية التي فقدت أبناءها بالإخفاء القسري. نلفت انتباه المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى أن سكوتهم عن هذه الجرائم ساهم باستشرائها واستمرارها، وجعل منها من هذه الأطراف الدولية طرفا مشاركا للحكومة بفتح ذراعيها للوفود الحكومية العراقية والضغط على الدول الإقليمية لتجميل صورة بلد فاقد للسيادة ونظام مهترئ يعاني من التشظي والانقسام بدعم قمم سياسية مثل قمة بغداد التي تعقد خلال هذين اليومين في بغداد. ونؤكد أن تلك السياسة الأذرع المفتوحة لن تنجح من انتشال حكومة الكاظمي وحلفائها من مستنقع انتهاكات حقوق الإنسان التي تخوض فيه بملء إرادتها جراء تجاهلها عواقب انحدار العراق ليصبح جمهورية للخوف والتعذيب وتكميم الأفواه. ورغم سوداوية الواقع، يجب ألا يستسلم العراقيون للظروف الحالية ويولون الإخفاء القسري أهمية قصوى بانتظار أيام عادلة يحاسب بها المجرمون وينتصف فيها للمظلومين.